راكم لاباس بخير. جينا درنا هذا الفيديو باش نحكوا على واسمو رياض محرز، نحكوا على اسماعيل بن نصر اللي راهو اساسي، ونحط لكم ثاني الرابط تاع المباراه التاليه تاع واسمو تاع اسماعيل بن نصر اللي راهو اساسي الله يبارك، نحطه في اول تعليق ان شاء الله. وفي اول تعليق كما يقولوا خاوتي اللي عنده الرابط تاع مونبيلي ضد واسمهم ضد ليون ثاني يحط لنا، كي نحط يدخل الرابط اللي نحطه وانا يدخل في التعليقات يزيد يحط لنا الرابط تاع كما يقولوا الماتش تاع ليون ضد مونبيلي اللي ما شفتش. انا دخلت للفيسبوك تاع مونبيلي ما شفتش القائمه اسكو اسمه ديالو راهو اساسي ولا لا لا، ولكن نتوقع انه اساسي. واما اسلام سليماني بالعمري، اسلام سليماني قدم مباراه رائعه المباراه اللي فاتت، واليوم راكم تشوفوا راهو احتياطي هو وبالعمري، شيء محزن. كنا نتمنوا انه يلعب ولكن نتمنوا انه يدخل في الشوط الثاني. كما نقولوا احنا المباراه راح نشوفوها لان منا عندي ديلور، وحتى ما كانش اسلام سليماني، ولكن اذا دخل اسلام سليماني بالعمري راح تكون يعني متعه روعه اكثر واكثر. واسماعيل بن نصر اللي المباراه تبدأ 48 دقيقه وتاع اسمه مونبيلي ضد ليون تبدا على الساعه 9، والروابط ان شاء الله تلقاوها في اول تعليق. هذايا واحد الحاجه لفتت النبه تاعي باش نهضر لكم عليها هو واسمو الزكا. الزكا اللي راكم تشوفوا لهنايا دخل في التشكيله تاع نابولي اليوم اللي لعبوا ضد لايوفي، بون ما دخلش كان احتياطي، ولكن دخل في التشكيله. الزكا هذا اللي في عمره 20 سنه على بالكم درت عليه في فيديو ورفض الباسبور الجزائري وقرني بالماضي عيط لي ما نخممش كاع على هذيك اللي نهضر عليه ولا هذيك كما نقولوا اللي نشجعوا. هو وليد النادي بون جابوه فرنسا، ولكن وليد النادي لانه راهو في الاكاديميه تاع نابولي مستقبلا. مادام المدرب عيط له في الماتش تاع لايوفي هذا حتى وما دخلوش حطوه في قائمه الاحتياط، يعني شاف باللي يحتاج هذا اللاعب، ونتمناو انه يكون عنده مستقبل مليح مع نابولي لانه ابن النادي ما جابوش كما نقولوا ديريكت ولا فهمتوا هذا واش حابين نقولوا. نتمناو له كل التوفيق ان شاء الله. ودوكا نبداو نحكوا باغ اكزومبل على المباراه تاع واسمو تاع مانشستر سيتي قبل ما نبداو نحكوا على رياض محرز اللي دخل في الدقيقه 79، ونحكوا واحد الامور صارت في المباراه بين الشوط الاول والشوط الثاني واللقطات اللي دارها رياض محرز بون ماشي بزاف، ولكن في 11 دقيقه اللي دخلها. بون نبداو نحكوا على المباراه اللي فاز فيها مانشستر سيتي على توتنهام ب 3-0. الاهداف اللي سجلهم غوندوغان ثاني الاهداف هو اللي جاب البينالتي اللي ماركاها رودري. هكذا ابرسا نحكوا على الشوط الاول كان استحواذ رائع كامل استحواذ يعني تقريبا كل مباراه لمانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي ما تخليكش كاع يعني كيفاش كي يضيعوا الكره كيفاش يعاودوا يسترجعوها بسرعه رهيبه ما تحير كيف ما تقدرش تستحوذ مع ياكلوك ينحوا لك البانو تمتم بسرعه تحكم بانو تطلع بها في نص الميدان تفقدها وتعاود تولي تدافع نورمال دار عليك تعاود تولي تدافع. اللي في الشوط الاول دافعوا مليح توتنهام ولكن جات كيما نقولوا عن طريق ضربه جزاء. نولوا ضربه جزاء هذه ضربه جزاء ماشي هذه الثانيه اللي ما عطاها لهمش اللي خطت في يد الديفونسور باش نمثلوها باليد اللي قاسها واسمو بالعمري في الماتش اللي فات اللي كان دار يد ومور ظهره خطت له البانو لهنا يحسبها. كاين بزاف قال لك باللي هذا هو القانون الجديد، نو القانون الجديد ما يحكيش على المدافعين، القانون الجديد يحكي على المهاجم اللي ماركي هدف تكون قاست في يده عمدا او غير عمد او قاس في صاحبه في يد صاحبه وجاته هو ماركا. هنا القانون تبدل سواء عمد ولا مشي عمد ما تحسبش البيت، اما على المدافعين فالقانون يقول لك اذا قاست عمدا فهنايا يتحسب بيناتي واذا قاست مشي عمدا فما يتحسبش بيناتي. هذا هو القانون الجديد ما تغير فيه والو. بالعمري المره اللي فاتت ما قاسهاش عمدا والدليل الماتش هذا راكم تشوفوا يا اخي قاسها في يده مور بيناتي الاولانيه الدوزيام سيلينغ اللي ضربها نسيت واقيل في من في من اللي يده خبطت هنا في يده ديريكت وما حسبوهاش بيناتي وما قال لك ماشي عمدا. هذه دخلنا في النقطه هذه. بون الشوط الثاني شفنا واحد اللقطه حبيت نهضر عليها رحيم ستيرلينغ كما راكم تشوفوا لهنايا شوفوا راهو في الجهه اليمنى جهه رياض محرز بالكره داخل الديزويت بالكره دخل للوسط ودخل يعني بالكره وصل حتى من الجهه اليمنى حتى الجهه اليسرى هو يراوغ في المدافعين باش تشوفوا لاتاكون او الجناح كيفاش لازم يدخل للديزويت لا ما يبقاش جابد روحه كما شفنا رياض محرز في الاونه الاخيره راه يجبد روحه. اليوم تبدل شويه في 11 دقيقه شفنا واحد اللقطه يعني ملميحه على هذيك اللي دوك نقول لكم باللي رياض محرز مليح اللي ما لعبش اليوم مليحه عليه مليحه احنا نتمناو يلعب ولكن مليحه عليه دوك نحكوا في هذه النقطه. شوفوا فا واسمو رحم السيلينغ دار بيها من الجهه اليمنى حتى الجهه اليسرى هو يراوغ في المدافعين ويشطح بهم ومن بعد مدها واسمو الفيل فودن اللي متواجد داخل الديزويت وعاود رجع
البندقه اللي متواجد داخل ديزويت وبندقان مدها الراحم ستيرلينغ اللي متواجد داخل ديزويت وبندق وستيرلينغ عاود مدها البندقه اللي متواجد داخل ديزويت وي ماركي. فبعض اللقطات كيما هذوما احنا نشوفوا اللاعبين راهم داخل ديزويت ورياض محرز ينتظر برا. شفتها اليوم ثاني في واحد اللقطه راكم تشوفوا لهنايا بون هذيا كيما نقولوا معليش لان دار موراها لقطات ملاح شويه. علاش تخلي اللاعبين داخل ديزويت وانت دائما جابد روحك؟ ادخل تخلط معاهم هذه هي باش نهضروا عليها فهمتوا. البيت الثاني ثاني جاء على واسمو الحارس ايدرسون اللي مد اساس كيما راكم تشوفوا ديرك البندوقان بندوقان زاد جاب البيت ماركا البيت الثاني. شفتوا تعلق بندوقان اللي كان ماركي الله اعلم 9 واليوم زاد ماركا زوج تما راهو 11 هدف راهو هداف السيتي هذا العام اللي بكل صراحه يسحق التقدير لانه كل مباراه يماركي لك كل مباراه يثبت لك كل مباراه تقريبا راهو يخرج رجل المباراه. فهمتوا واش حبيت نقول لكم؟ يعني هذا هو اللاعب اللي كيما هذا واش نتمنوا من رياض محرز انه مشيت ماركي ماتش ومن بعد ماتش ما تماركي زوج ما تماركيش لا حاول انه كيما نقولوا تبقى في مستوى المستوى يلعب دور يا خوتي ماشي لازم عليه بصح المستوى العالي وعلى بالك باللي لاعبين كاين بزاف لاعبين عبك باللي لو كان كل مباراه تماركي هذه اللي دائما نحكيها لو كان كل مباراه تماركي غصبا عن ما كاش اللي يزعزعك لا المدرب لا الجماهير تنتقد المدرب لو كان يخرج كيفاش راهو الماتش لعب ماركا ماتش يعني حبيت نقول لك حتى تماركي الماتش اللي موراه يخرجك يزيد يدخلك ماكسي ماركي يزيد موراه يخرجك زيد يدخلك يولوا يشوفوا يقولوا له هذا وين راك تدخله راهو ماركي لازم يلعب اساسي وكي عاود يرجعك للقائمة الأساسيين ما قلتش لازم كل ماتش تماركي لازم أغلب المباريات اللي تلعبها لازم تكون تماركي وإذا ما تماركيش تكون مساهم في الأهداف وتكون مساهم كما قلوا هجوميا وتكون مشكل خطورة على الخصم باش كما قلوا تثبت نفسك غصبا على المدرب وغصبا على اللاعبين ما كان لا حقرة لا والو توليهم بعد غصبا عنهم حتى ما يحبوش غصبا عنهم حتى الصحافة تدافع عليك الجماهير تاع السيتي تدافع عليك كي تكون في مستوى ثابت فهمت ماشي تلعب ماتش ومن بعد دير ماتش ما تلعبش مليح ومن بعد يخرجك ومن بعد يعاود يدخلك دير ماتش ومن بعد فهمت واش حبيت نهضر بون رياض محرز شفناه اليوم في واحد اللقطات اللي فهم روحه علاش انا قلت لكم مليح اللي ما لعبوش اليوم ضد توتنهام باش يفهم روحه باللي ما راكش تقدم كي ان شاء الله كي يعطي له المباراه الجايه رياض محرز رانا شفنا في 11 دقيقه دار واحد الدوره هكذا يعني راوغ ما رجع كاين واحد اللقطه لازم يلعب مع صحابو وكان لي نون راوغ حتى كان بعيد على المرمى راوغ وشفنا واحد المراوغة داخل الديزويت هذه هي اللي راني نهضر عليها داخل الديزويت يعني دخل بها وقعد ويشطح وحتى تلموا عليه المدافعين هذه هي شفنا رياض محرز في واحد اللقطه برناردو سيلفا منه رياض محرز منه وحده بنو برناردو سيلفا تيرا فهمت اش حبيت نقول له لازم تدير كيما راهم يديروا هما لازم تديري شفت واحد اللقطه ثاني تاع رياض محرز دخل بيها انا قلت راح يتيح حتى ضربها بطالونات باش يرجعها برناردو سيلفا وعاود الدوها لا تيري ها محرز ها تيري تيري ها محرز تيري كيما كنت تيري المهم اليوم حاول يراوغ هذاك الشكل اللي كان فيه تاع المراوغات اللي منو شفنا في 11 دقيقه راهو نتمنى الماتش الجاي اذا قالوا بيب غوارديولا فرصه لازم يدير هذا الشيء لازم كيما نقولوا تراوغ وتدخل تحاول وتحاول 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 حتى كما نقولوا تسجل اهداف هذه هي كرة القدم خوتي ما نطولش عليكم ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله مور الماتش تاع اسماعيل بن ناصر ومور الماتش ثاني تاع ليمبان خلوهم يخلصوا فيه زوج ونديروا عليهم كما نقولوا فيديو عليهم فيه زوج ان شاء الله ما نطولش عليكم ونقول لكم السلام عليكم.